اهلا بيكم في مديرة. احنا في الجزيرة وفي جزيرة مديرة، ودلوقتي هنعمل حاجة من اللي هي انشطة محلية جدا جدا، واللي هي اول وسيلة مواصلات في جزيرة مديرة كلها. اهلا بيكم في جولة بيكم. اليوم جولتنا متجهة لشمال الجزيرة عشان نشوف اجمل ما تقدم طبيعة مديرة، من شلالات الى جبال، ومن ناس الى موسيقى، لأغرب وسائل المواصلات في العالم. ودي كانت أول وسيلة مواصلات بتاخد الناس 2 كيلو من فوق لحد تحت، وطبعاً الناس اللي كانت بتاخدهم وبتزقهم، الناس دي بتطلع تشيلهم تاني على كتفهم. انا هخش اتكلم معاهم دلوقتي وبعد كده هجرب، وخصوصا ان الدنيا ولا يهمك ولا يهمك، عادي جدا وعادي. هلا هلو تودو باين تودو باين I want to know about like that craft, this job, how long you been doing it? About 200 years. 200 years, yeah. In the island? Yeah. And it started from this area where we are? Yeah, a little bit more upside, but yeah. It's not tiring going up and down like this? Yes, it is tiring. Yeah. How many trips do you do a day? Well, depends on the tourists who want to do it. An average of 5, 4, 6, depends. And how do you stop it in the middle of the way? You have to, our shoes are made from tires. Wow. So they stop, yeah? Yeah, we break with our shoes. So you have your own brakes. And the rain makes it more slippery, yeah? Yeah, yes. Okay. And it's made of wicker. Yeah. Wicker, woods, and a little bit of iron. I'm wearing the hat, yeah, just to start. Because if I like the job, I will be coming and open another shop here and doing the same job. Be careful. Let me take one picture of you. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا معايا كاميرتي الخاصه اللي هي 360 درجه اللي هي هتاخدني، المفروض تجيبني انا وهم وبتاع. هنبدل الكاميرا دي وناخد الكاميرا الثانيه. E dá valor às coisas simples mesmo quando tem fartura. Dividir o banquete com aquele que não tem. Coração é mole de quem leva a vida dura. Postura é armadura. دلوقتي احنا نازلين هنا اهوت، نازل السليدج هنا اهوت، وحاجه تحفه ما بتشوفهاش كل يوم. واتنين كده اهوت واخدينك كده، تحس ان انت شاب ملكي. اقعد كده ايه وانطلق. انا واخد الكاميرا معايا عشان تصور، واخد كمان شويه صور ليا وللجماعه، وباخد فيديو كمان علشان تقدروا تشوفوه. بس الاحلى حاجه اللي انا عايز اقولها لكم، ان من وانت نازل من هنا انت مش مسافر مواصلات وحشه، لا، انت المواصلات حتى اللي انت مسافرها بتبص كده هو بتلاقي منظر جميل جدا للجبال والماونتن والجبال والبراكين اللي هي اصلا متشكله ايام زمان، وبتشوف المحيط كله قدامك، فانت نازل عندك منظر تحفه. هتعوز ايه اكتر من كده؟ بصوا الجماعه دول بيتعبوا، بينزلوا كده، انا مش عارف ازاي احنا كل ده ولسه ما خبطناش بعض، مش فاهم. فريق التصوير قاعد في واحده زي اللي انا قاعد فيها، وانا قاعد في الثانيه، بس انا مش عارف ازاي احنا ما بنخبطش في بعض، واحنا اتنين نازلين وشكلها بجد هنخبط في بعض وربنا. That was very good. Very, very good. Guys, irmão, muito obrigado. Muito obrigado. للأسف الشديد خلصت رحلتنا السعيدة، جولتنا السعيدة، وخصوصا الجولة الأخيرة بتاعت السليدج دي أو التزحلق على الشارع، كانت خلصت مع إنها يعني كانت
10 دقايق او 2 كيلو بس انا ما حسيتش بال 2 كيلو 2 كيلو كده اهوت. فانا متاكد دي كانت بتوفر على الناس العواجيز والناس الاغنياء حاجات كتير ايام زمان اما كانوا بيحبوا ينزلوا من اعلى الجزيره لاسفل الجزيره، لان زي ما قلت لكم جزيره ماديرا بركان، البركان عمل وطفح بس فضلت هي شكل الهرم الشكل اللي هو الجبل ده. فعشان كده الناس اللي بتحب توصل لبيوتها، واللي في ناس بتبقى بيوتها في اعلى الماونتن، سواء بتطلع بحاجه بحمار او باي حيوان من هنا، وكانت بتنزل بده، وهي دي اقدم وسيله مواصلات، واللي ترجع حوالي 200 سنه او حاجه من دي بيعملوها هنا، وخصوصا بس في ماديرا. هي مش تقاليد برتغاليه، مش تقاليد اسبانيه، مش تقاليد اوروبيه، هي ناس بتحاول تتعامل مع طبيعتها، ناس بتحاول عندها ارضها مش مسطحه، فكان لازم يلاقوا حاجه يقدروا ينزلوا بيها الناس ايام زمان، ايام ما كانش فيه كهرباء وما كانش فيه عربيات وما كانش فيه حاجه. العربيه الخوص دي معموله من خوص، كانت لازم العربيه تتعمل من حاجه خفيفه، واللي هي نفس الخامه اللي معمول منها الطاقيه اللي انا لابسها، بس واخدين البتاع الاكبر ومقطعهوش، واخدين الخوص والعصيان الاكبر بس مقطعهاش زي ما انتوا شفتوا. صباح الخير، جاهزين؟ جاهزين لجولة جديدة؟ يلا بينا في جزيرة ماديرا. اهلا بيكم في جولات ميكو. الجوله بتاعتنا بدات النهارده في جزيره ماديرا، وفي مكان بالظبط كده على ارتفاع نص كيلو متر، يعني 500 متر كده اهوت. احنا فوق سطح البحر، وهنا عملوها ازاز للناس اللي هي مش عايزه تخاطر او بتخاف من حاجات تخاطر فيها، بس عايزين يعني لمسه كده من الادرينالين كده، ويحس ان هم بيعملوا حاجه خطيره، ان هم يجوا هنا اهوت يقفوا على الازاز ده زي ما انا واقف كده. اوب اوب ان انت تيجي هنا وتشوف المنظر، بتشوف البانوراما في المكان ان هو احدى معالم ماديرا، احدى النقط المهمه اللي الناس بتيجي هنا عشان تتفسح. في انشطه كتيره بتحصل هنا هو، زي نشاط مثلا ان هم الناس تنزل جوه الووتر فول واللي هو مشللات الميه، في ناس بتيجي هنا وتقف في مكان زي ده، في حاجات كتيره لكل الانواع ولكل الاعمار، في دايما انشطه تتعمل. بس اللي احلى من كده ان الجو متقلب، وهعيد تاني، الجو متقلب. الجو متقلب يعني ايه؟ يعني هي شمس وشتاء وشتاء وشمس، واماكن معينه من الجزيره. انا كنت زمان بفكر ان الدنيا ما بتشتي، بتشتي في كل حته وانا صغير، دلوقتي الوضع اختلف. دلوقتي الوضع الدنيا ما بتشتي هنا، هو في حاجه اسمها مايكرو كلايمت. مايكرو كلايمت واللي هو ايه؟ مناخ جزئي لاجزاء معينه، في مناخ بطريقه معينه على حسب ارتفاعه او هبوطه او انخفاضه. المهم اللي انا هقول لكم على حاجه، الدنيا ما بتشتي نوت والشمس طالعه على طول، النتيجه بتاعتها بيوتيفول رينبوز، يعني بمعنى اصح الوان الطيف او قوس قزح بشكل جميل، واخده الجزيره كلها. ويلا ناخد شويه صور. واو Thank you.
وتستمر الجولة لسه في جزيرة ماديرا، بس دلوقتي احنا في جزء من الجزيرة واللي هو فيه زي المعلم او الجوفنر، هقول لكم بمعنى اصح احنا معانا شخصية رهيبة هنا هو في الاخر 98 سنة وفاضل له سنتين ويبقى 100 سنة. انا قاعد مع واحد هنا من الناس المحليين قرن، الراجل ده كان موجود قبل ما كان يبقى فيه حاجة اسمها شوارع، قبل ما كان يبقى فيها حاجة مباني او اسلاك او كهرباء. I want to know so many things about this guy. First of all, you told me that this is the first shop or business in the whole of this part of the island. Está a perguntar se isto foi a primeira venda que havia aqui nesta zona. E abri um negócio. Vendi aqui com uma viagem. Este povo, tudo para a Ribeira Brava, abri um negócio. Tinha de tudo. Tinha peixe, tinha carne de vaca, carne de porco. Tinha de tudo aqui dentro. Tudo. Eles foram dentro do banco também. Podia depositar, podia levantar, era uma coisa com o banco. Talvez eu me tirar do banco. Anda que lhe dei muito dinheiro aqui, com muito dinheiro. E puxei muito dinheiro para a gente embarcar também, puxei muito dinheiro. In this century, if he is going to give me any advice now, what will it be the advice? Eu não sabia nada que eu estava fazendo, não fazia nada. Eu estava a trabalhar dos cabricamentos, fui carro. Está cá, fiquei fora, mas com o povo da serra, fiquei fora. É verdade. Na minha caminho, foi tudo o que fez. Mas não fazer. I want to know now the secret to a healthy life. Diga-me qual é o segredo para você estar 28 anos e assim com a sua saúde. Me batatas, okay. Batata doce. Batata, ok. Sem peixe. Não, peixe e salmão de peixe? Só batatinha, xixos, com marotos. Gambarotos, xixos? A gente semelhava para comer também. Ok, gambari. Mãe, milho, milho. A gente também comia milho, milho. It makes me better, yeah? E bastante trabalho, não? Bastante, meti de trabalhar. Regava na hora de noite, regava descalço. Tenho muita bananeira aqui, tenho aqui 4 mil tal metros de bananeira. Tenho outro preto na praia, lá mais até vou. E tenho 2 apartamentos em Porto Santo. I want to know how he sees the island. This is important. Olha, senhor doutor, eu só queria fazer mais duas perguntas. Como estes senhores viajam e gostam muito de saber sobre as coisas da ilha. Também, não é só ver as paisagens, mas saber como é que as pessoas vivem e isso tudo. Oh, a Madeira está o oceano, a Madeira. Já está de mais muito do mundo. Está ali o Noruego, como disse a mim. Já que rua é o mundo todo. Mas coisa igual nunca veio, agora a unha para de costa. When there was no, like, somebody to teach him here, there is no YouTube to learn from, there is no courses. How did he go to the music and start just actually playing? Aprendi com meu cunhado, estava para casar e tinha uma guitarra. Comecei a tocar guitarra, depois comecei a tocar guitarra. Depois aprendi, fui para o guarda, mas aprendi para o grupo, tinha só um grupo no guarda, eu acho, de viola, bandolins, tinha 4 bandolins. 3 violas e 2 machetes no grupo. Ah. Fomos quase convidados para ter o Loreto, a melhor, 24 Loreto, toda a noite a tocar, toda a noite. E para a Pandelgada outra vez, 3 dias da manhã na Pandelgada. I want to know about the drink, the healthy drink he does for everybody. Eu tenho ali um chorinho, fica bom, fica curado logo. Aquela descorzinha, já fico curado. Isso é... A gente porque... It's how you were saying that what when you have, what when that this works a little bit like a pharmacy as well. Okay. So if you have a draw of sword and a little bit of nose drink, it has that magical drink.
that is a liquor, a magical liquor, that once you drink it, it's alcohol? Yeah, it's alcohol. What's in it, in the alcohol? It's made of out of fennel. Fennel? And it's a fennel liquor. Okay. That has inside a fennel plant. And that, when you drink that, it says that it's the cure is immediate. معانا النشبرق دي شويه فواكه على خضروات انا حاولت اجيبهم من هنا، وطبعا بما ان الجزيره زراعيه وصالحه للزراعه فيها زراعه كتير، فهم الناس دول عاشوا على هنا وعاشوا على الحاجات دي ولسه عايشين. انا دي هي دي، بس دي مستويه ودي مش مستويه. واو 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 واو، تحس ان هي مانجا بس احلى من مانجا. بما ان احنا في جزيره وكله قايم على الزراعه، وده مش ورق ولا بلاستيك، وكله طبيعه في طبيعه. هوبا باك تو ذا نيتشر. في لحظات في العمر لا تتكرر، وحتى لو اتكررت هعملها تاني وانزل بهدومي تحت الشلال. اتجهنا للشلال اللي في الشمال، لقينا قرية صغيرة في طريقنا. قلت اخش اعمل جولة سريعة. يلا نتجول. وناخد شوية صور. هو ده الاختلاف اللي انا جاي احكي لكم عليه النهارده، وهو الاختلاف الفرق ما بين الجزر البركانيه، جزر الكناريا البركانيه تنيريف زي ما احنا كنا موجودين في الجولات اللي قبل كده، وجزيره ماديرا البرتغاليه اللي هي موجوده برضو في المحيط الاطلنطي بس هي تحت الحكم البرتغالي. الفرق ما بين الجزرتين، والجزرتين بركانيتين. الفرق ما بين ان تنيريف كان فيها صحراء وتراب وحجر احمر
وشويه غابات في الشمال واختلاف في التضاريس وفي الطبيعه. بس هنا في مديره الاختلاف ان مديره خضراء، مديره ثلاث ارباعها خضراء، مطرح ما رحت زراعيه 100%، بيطلع فيها نباتات كتيره، بيطلع فيها اشكال كتيره، ومهما رحت خضراء 100%. وعشان كده منظمه السياحه العالميه اليونسكو عملت المكان اللي انا واقف فيه ده الحلق العميق، علشان الشلالات اللي ورا مني دي او الووتر فول، الشلالات دي اصلا تكوينها ووجودها هنا في مديره بتلعب الدور الاساسي. شلالات المياه بتنزل من كل حته، الجزيره البركانيه طالعه كده زي الهرم من المياه من تحت لفوق، وعلشان كده هي مغطاه. هنا الجزيره مغطاه حوالي 75% او اكتر شويه او اقل شويه تقريبا، مغطاه بالغابات، والغابات اللي هي اسمها هنا عندهم لورا سيلفا. الغابات دي اصلا واللي هي بيبقى شبه الصنوبر وزي كده اهوت، اتدمرت لانها كانت موجوده في شمال افريقيا وفي جنوب اوروبا، وكانت موجوده في المحيط اللي هو بتاع اللي احنا فيه، بس اتدمرت ايام ما جه العصر الايس ايج او العصر اللي هو بتاع التلج، اما جه وغطى كل حاجه ودمر كل حاجه، دمر كل حاجه بس ما جاش هنا، ما دمرش هنا كتير. فالغابات لسه موجوده في كل الجزيره، وعلشان كده الغابات دي هي اللي بتعمل الشتاء، الغابات دي بتعمل تبخر للميه، الميه بتتبخر بتعمل شتاء، الشتاء ده بينزل على الجبال من فوق. وعندهم حاجه هنا هو زي ايه، تنظيم سباكي، سباكه بلامين، عندهم حاجه اسمها ليفادا او مجرى، بيحفروا مجرى كده هوت، مش مجاري، هي مجاري بس مش المجاري اللي احنا عارفينها، مجاري للمياه. المجرى كده هوت جنب الحقول دي بينزل كده هوت، مثلا لو في البلكونات اللي هي بتاعه اللي بيزرعوا فيها، كل واحد التيراسز دي كل واحد بيبقى ليه تراس يزرع فيه، فبتنزل كده هوت على الجبل. فهم عملوا الميه دي قعدوا يحفروا لها طرق 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 زي مواسير بس طبيعيه، مواسير في الارض اسمها ليفادا. المواسير دي بتوصل الميه للناس كلها، وهنا الميه ما بتروحش بالكميه، الميه بتروح بايه يا ميكو؟ الميه بتروح بالوقت، انت ليك نص ساعه وهو ليك نص ساعه. وانا جاي هنا لقيت ورد، وسمعت ان الورد ده بيتاكل، شايفين الورد ده؟ لدرجه ان هو ساب صفار على ايدي. جاهزين؟ جاهزين؟ Very nice.